أصوات صواريخ تطلق الآن من جوار من جوارنا، لا يعني هل تسمعون أو لا؟ نسمع ونشاهد أستاذ نضال. إذن أعتذر. تفضل أستاذ نضال، مرخوص لكما أنت والأستاذ طلال. مشاهدينا إذن مشاهدينا، كنا في نقل مباشر، هذه الصور ترد بشكل مباشر اعتراض لصواريخ ورشقات صاروخية الآن من قطاع غزة باتجاه تل أبيب. أستاذ نضال تسمعني؟ أسمعك جيدا، أسمعك، ولكن طيب. أنا أراقب الآن من شرفة منزلي اعتراض القبة الحديدية لعدد من الصواريخ التي أطلقتها المقاومة من شمال قطاع غزة. نعم، إذن على ما يبدو بأن ما تنبأ به الأستاذ طلال عوكل قد بدأ الآن يا أستاذ نضال. نعم نعم نعم، هي الليلة ستكون ليلة ساخنة كما هذا ما اتفقنا عليه، وأنا باعتقادي لحد هذه اللحظة كما قلت لك أن المقاومة الفلسطينية لم تدخل بكل قوتها، لا سيما حركة حماس الآن انطلاق أيضا رشفة صاروخية قوية باتجاه نعم نحن نشاهد أستاذ نضال. نعم نعم نعم، وأنا أقول لك أن الفصائل الفلسطينية لم تدخل بكل قوتها على المواجهة، والليلة هي متروكة لحركة الجهاد الإسلامي. بعتقد أن يعني التطورات، المشهد قابل لأن يتطور. نستمع إلى صوت الزنانات أستاذ نضال الآن. نعم نعم نعم، سماء قطاع غزة مليء، وخاصة شمال غزة ومدينة غزة، لأنه أنا موجود نعم. فيه طائرات المسيرة. نعم يعني السماء يعني مليئة بالطائرات، الطائرات الاستطلاع والطيران الحربي الإسرائيلي يحوم في كل شبر في مدينة غزة وفي شمال مدينة غزة.